للموارد الزراعية التي تتوفر عليها ولاية طرزة، اتخذ قطاع الزراعة جملة إجراءات بغية تحقيق النتائج المرسومة من قبل الدولة. وفي هذا السياق تأتي زيارة وزير الزراعة لولاية طرزة. زيارة الوزير تضمنت اجتماعا في المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بيروسو عقده مع المزارعين بحضور والي طرزة وعدد من الفاعلين في المجال الزراعي. وخلال هذا الاجتماع أوضح وزير الزراعة أن الهدف من اللقاء هو الاطلاع على وضعية القطاع في الولاية ومدى جاهزية الفاعلين للحملة الزراعية ومواكبتهم للجهود الرامية إلى إنجاح الحملة. زيارتنا هدفها الأساسي هو الاطلاع على وضعية القطاع ومشاكله وتهيئة الحملة اللي في وجوهنا. نياك نهيئها ونقبل الاحتياطات اللازمه لياكم ذي الحمله اللي في نهايتها توخض بسلام وتنحل المشاكل المطروحه. بالنسبه لحصيله السنه الماضيه الوزاره متباركه تعدلها وحكما عاد وافيا، واللي يظهر منها الا ان الحمد لله انها سنه جيده، سواء كانت حملة الخريف ولا حملة الصيف النتائج على العموم جيدة. طبعا تواجه بعض المصاعب اللي احنا كاملين احنا وانتم القطاع المزارعين واصحاب الخدمات الزراعية الاخرى يكادوا يبدوا ونتجاوزوا. وأضاف الوزير أن الدولة ماضية في مواكبة المزارعين للنهوض بالقطاع الزراعي، وذلك من خلال تقديم الدعم وبحث السبل المثلى لحل المشاكل المطروحة. من الورق سنتين وظلال فم مزارع وفم مزارعين توقفوا عن استغلال أراضيهم نتيجة للدين، والدولة جابت قدر من التجارب في الدين ومحاتوا مرات، يعني توصلت وانتوا تعرفون هون في مجلس وزرائنا اللي عدلنا في القوارب نناقشنا الموضوع، يا غير رئيس الجمهوريه اعطانا توجيهات ان الشهور حل ما هو اعفاء. وذاك الاطار ناقشنا مع بعض المزارعين وعدلنا معاهم اتفاقيه على انهم كل مزارع ولا كل تعاونيه تخلص 10% من دينها، وان خارجه 90% ان لا يتعدل على السنوات 5 سنوات. ومهيئ مشروع اتفاق بين القرض الزراعي والمزارع موجود يخلص 10% ويبدا حملته، طبعا لا يخلصها ولا ينعطى له قرض غير بشرط يعود ارضه صالحه للاستغلال وهو مستعد له. وراجين ذاك ان شاء الله يعاون ذاك من التعاونيات وذاك من المزارعين اللي كان يواجه الإشكالية لديه. وقد شهد اللقاء مداخلات تطرق خلالها الحاضرون لجملة من المشاكل تتعلق بالنشاط الزراعي في الولاية، ومطالبين بإيجاد حلول عملية لها لضمان مشاركة فاعلة لتطوير القطاع الزراعي. لقناة الموريتانية محمد الياتمة، مدينة روسو.